وسط إطارك. جمال وانا اذا سمحتوا لقدام وخير ما نبدا به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ صبحي حنون. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما لفاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما والطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء من الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فوات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان إن على رفرف خضر وعبقر حساب Amen.